مساكم الله بالخير وحياكم الله مشاهدي ومستمعي برنامج بلنتي عبر اذاعه وتلفزيون المارينا. حياكم الله في الساعه الكرويه اللي باذن الله بنستمتع فيها ونتحدث عن كره القدم المحليه والعالميه. واكيد واضح اني على اعصابي لان اليوم مباراه كرويه ملتهبه. مانشستر يونايتد في الاولد ترافورد يواجه ليفربول، ومن بعد انتصارات لارسنال 3-0 امام برايتون، ومانشستر سيتي امام كريستال بالاس 4-2. اكيد المنافسه مشتعله، وايضا بنتكلم عن الديربي اليوم، ديربي العربي والقادسيه، ديربي رمضاني محلي ويجمع مدربين وطنيين شباب محمد المشعان وناصر الشطي. اكيد هذا الديربي راح يكون له طابع مختلف، خصوصا ناصر الشطي في فتره سابقه درب نادي القادسيه والان يرجع مره اخرى مع النادي العربي. اكيد كل هذا واكثر بنتناقش فيه مع رواد البرنامج الغالين. في البدايه خلوني ارحب في احد الرواد سلمان بهزات، حياك الله. الله يحييك وسلمك اخوي ابو عدنان، ارحب فيك وللغالي سهيل، وكذلك ارحب في بزيز وناخذها فرصه بحكم ان العيد قرب نعايد عليكم، كذلك نقول لكم كل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك مقدما. الله يحفظك وانت بخير وصحة وسلامة. وأيضا خلوني أرحب في سهيل الحويك اللي إلى الآن واضح يعاني على مستوى النومة من بعد العودة من لبنان، ولكن ديلي. يا هلا وغلا حبيبي مالك، يعني الأجواء رائعة جدا، التأس ورمضان وكرة قدم صراحة جو مثالي مثالي جدا. إن شاء الله نقدم لهم حلقة حلوة بمعاونة زيزو ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. وزيزو اليوم يطالبنا بالدوري الالماني، ومثل ما انا طرشت لرواد البرنامج بالامس من ضمن المحاور محاور الدوري الالماني، ولكن انا اعتقد ان سهيل خلاص، يعني هو اصلا من قبل عده اسابيع كان يعني شايف ان ليفركوزن راح يحقق الدوري الالماني، والان ليفركوزن على بعد فوز واحد من التتويج بشكل رسمي. ايضا خلوني انتهز الفرصه بالمباركه للمدرب عبد الله الشلاحي بالفوز على نادي الشباب 2-1، الف مبروك لنادي الجهره وعشاق نادي الجهره وجميع الجهراويه، هم دائما فيهم لحميه على النادي ويحبون منطقتهم، يعني صايرين نفس انجلترا شلون كل واحد يتعصب لمنطقته مثل ما انا تعصبت لواتفورد. ففي هناك يعني نبارك حق ابو فهد وان شاء الله يخطي خطوه لقدام مع الفريق ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. حتى سهيل يعني كله يسالني عن ابو فهد عبد الله الشلاحي طبعا، كله يقول لي شو عمل. يستاهل يستاهل عبد الله الشلاحي. نعم عموما خلونا نبدا في اول محاور، محور الدوري الانجليزي. الدوري الانجليزي محورنا الأول الدوري الإنجليزي، وقبل ما أخوض في محور الدوري الإنجليزي سلطان المانشستراوي يتواجد معانا ونقول حياك الله يا سلطان. الله يحييكم ويبجيكم، مساكم الله بالخير جميعا. مساك الله بالنور سلطان. صوتك ما يطمن يا سلطان. والله مو نايم يعني تدري مباراة ليفربول ما توتر قبلها نوم متقطع. أنا من المباراة اللي فاتت الكاس وانا احاول اتصل وياكم استضافه مشكله اتصالات او شيء او في مشكله بالاتصالات. نعم نعم ممكن في مشكله بالاتصالات، ولكن اكيد انت تنورنا في كل وقت يا سلطان. الله يحفظك ويسلمك. بالنسبه حق مباراه اليوم، مباراه صعبه. انا يعني وايد يقولوا لي لا احنا فايزين، احنا خسرانين، احنا راح نفوز عليكم. مباريات دائما لما تكون ليفربول ومانشستر، لو مانشستر في أسوأ حالاته تلاقيه يفوز عدل. وأول عكس صحيح، يعني إنه يكون ليفربول أسوأ حالاته لكن تلاقيه يفوز. مباراة هذه ما فيها إنه والله أنا مستواي بالدوري مو زين، سيء، أنا قوي، أنا لا ما فيها. هذا نحكمها داخل الملعب. عدل. تكتيك المدربين، تكتيك هذا يكون فيها روح اللاعبين. صح. هي يعني أكثر من ما تكون تكتيك، أنا أشوفها كذي. اللاعبين داخل كأنها حرب. كان حرب فعليه، يعني مو ما كان مباراه، كان حرب فعليه. اكيد اليوم أكيد. والشواهد كثيره لما نشوف مثلا ليفربول ينافس على الدوري، مانشستر راح يحاول يخرب عليه هذه المنافسه. يمكن صارت في 18-19 لما تعادل بشكل سلبي. ايضا ليفربول لما يشوف مانشستر ايام فرقه كان منافس يحاول انه يعثر مانشستر، بالفعل هذه الامور تصير. في اسوء حالاتنا يوم كنا مع بانجال، اسوء مستوى كان مع مانشستر. مباراه مع ليفربول على ملعب الانفيلد فزنا 1-0، روني سجل. ايوه انت الحين لا تروح بعيد، مباراه الكاس الكل كان يراهن على فوز ليفربول، خلصوها اليونايتد. يعني يمكن ليفربول لعب يمكن نص ساعه بس، لكن مباراه قلبها اليونايتد. في ناس يمكن يختلفون معي، لكن انا قاعد اشوفه مو عشان انا يعني مش مانشستراوي، بالعكس انت منصف يا سلطان.
الله يحفظك. الله يحفظك. اليوم مانشستر يعاني من نقص بخط الدفاع ونزول المستوى اكثر اللاعبين، لكن ارجع واقول انا اشوف يعني احكم داخل الملعب، داخل الملعب راح يكون غير عدل. عدل يا سلطان، ان شاء الله حديثنا بكره ان شاء الله تواجد بدق عليك بكره ان شاء الله اقول لك هارد لك. شوف على حسب النتيجه، اذا مو مضبوطه سهل بيقدم حلقه. مشكور مشكور يا سلطان حبيبي. ونتمنى اتصالك اكثر واكثر، انت تشرفنا بمشاركاتك المميزه. الله يحفظك. الله يحفظك يا سلطان ونشوفك على خير باذن الله. عندنا اتصال اخر من ابو عبد الله. ابو عبد الله حياك الله. ابو عبد الله. اي ابو عبد الله كابتن مالك شلونك؟ حياك الله. هلا هلا بالغالي. شو اخبارك؟ الله يحفظك. فيك الله يسلمك. شلون امورك؟ شنو انت قاعد حاتي اليوم؟ والله اي حاتي يعني مثل ما ذكرت سلطان. ليش حاتي يبا خلصانة 4-1 ليفربول ان شاء الله. اوه تصريح خطير. اي يبا شنو مانشستر رايح فيها مانشستر؟ حلو عيل العشاء العيد علي يا ابو عبد الله اذا صار 4-1. لا تحاتي يبا عليك 4-1 وهاترك حق ال وحق شو اسمه صلاح الفرعوني. اوه اي هذا 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 الكلام الصح يا ابو عبد الله. سلطان خرجني بنكسرها اليوم ان شاء الله. لا تحاتي. بس ابو عبد الله مثل ما تفضل المتصل الاخ سلطان، مباراه مانشستر وليفربول غالبا تكون بعيده عن المعايير. صحيح. لا لا ابو عبد الله هني سلمان بهزاد. سلمان بهزاد وسهيل العويك. والنعم. هلا كابتن سهيل كيف حالك؟ هلا وغلا حبيبي. قلت اني انا قاعد اجامل مالك صح وايد صح؟ وايد وايد. ابو عبد الله ابو عبد الله لا تجامل سهيل على خساره امس. شوف خساره تصدق امس ترى ما شفت ولا شيء من كثر ما اني مشغول. طافك الريمونتادا. منو؟ هودنهايم سواها على الباير. الباير كان متقدم 2-0 وصارت ريمونتادا 3-2. الحين الباير خلاص اي فوز. لا 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 كابتن، لا لا كابتن سهيل شو السالفه؟ صاير بيكم صاير بيكم بس شاطرين على برشلونه بس. استاهل. شوف والله عامه الكره ترى المستديره ما لها امان. انا عندي وجهه نظر فيها. اللي يمتلك نصف الملعب ياخذ المباراه ياكلها والله. يعني ما شغلة مدربين وهذا ترى هم بعد ترى اللاعب عليه ترى نسبة كبيرة غير المدرب بعد. عدل عدل. وانت شاهد على ثلاثي وسط عظيم تشافي انيستا وبوسكيتس. تشافي انيستا وبوسكيتس بس خلاص انت قاعد تعور قلبي. اي والله والله العظيم خلاص. انا قاعد اشوف الايام اللي مضت الحين مباريات الجديدة هذه ما قاعد اشوفها. قاعد إيه؟ اشوف الايام الكواليس اللي راحت خلاص. ان شاء الله ترجع المتعه. واحد وكان يبكي. ان شاء الله ان شاء الله حبيبي. وبرنامجكم ترى جميل جدا سواء في رمضان ولا غير رمضان. الله يحفظكم جميعا. سلام يا مشكور. مشكور يا ابو عبد الله الغالي. نشكرك ونشكر سلطان على هذه الاتصالات المميزه. وخلوني ابدي في مباراه مانشستر سيتي وكريستال بالاس يا سهيل. يعني السيتي استقبل هدف من ماتيتا في أول 4 دقائق عشمني خير، ولكن بعدها رباعية 4-2 يعني كشر عن أنيابة السيتي خصوصا في آخر مبارتين. 4 أمام الفيلا، 4 أمام كريستال بالاس، والبالاس ترى في ملعبه أيضا مو سهل. فشنو رأيك في أدائهم؟ بالبداية بالتأكيد كان فوز مهم جدا لكي يبقى مانشستر سيتي على مقربة من القمة ويحافظ على اللقب. ولكن كل الناس يمكن شافت أنه دي بروين سجل 100 هدف بالدوري الإنجليزي، كل العالم نظرت إلى الإيجابيات. ولكن بالنسبة لي أنا هناك عدد من السلبيات، أبرزها تلقي هدفين. نعم. أمام بالاس اليوم أنت إذا أمام بالاس تلقيت هدفين ماذا ستفعل أمام الريال، أمام فينيسيوس، أمام جود، أمام كل هدول اللاعبين الكبار؟ هذا رقم واحد. رقم اثنين لاحظت امبارح أنه جلاسنر أعطى تعليمات للاعبي للضغط على المدافعين عندما تكون الكرة بحوزتهم، وبالتالي لاحظت ممكن مالك أنت امبارح. نعم. عدد كبير من الهجمات التي قام بها كريستال بالاس كانت بسبب خسارة المدافعين للكرات. صحيح. وبالتالي هناك علامات استفهام كبيرة جدا على مستوى الدفاع في سيتي، ولست متفائلا بقدرة سيتي على تجاوز الريال. نعم جميل جميل. أنت أعطيتنا وجهة نظر عامة وبإذن الله راح ندخل فيها بالتفاصيل. صحيح. الآن بنكمل على نفس المباراة. يعني بأزاد أنا سجلت لك الملاحظات. يعني أراح فودن بيب غوارديولا
راح برناردو سيلفا اللي هم شاركوا امام استون فيلا ولكن امام كريستال بالاس كان في راحه. اشرك دي بروين وهالاند اللي اصلا ما كانوا موجودين. ستونز المصاب رجع مره اخرى. هل نقدر نقول ان خلاص السكواد كامل جاهز لنهايه الموسم للعبه ريال مدريد ولا لنهايه الموسم بشكل عام؟ نهايه الموسم لانه تقريبا بقى سبع جولات بالنسبه للي راح ابو عدنان. كذلك راح دوكو وكانجي هم عناصر اساسيه بالفريق بالمباريات الاخيره، دائما وجودهم اساسيين بالفريق. الإراحة والتدوير بشكل عام في هذا الأسبوع شيء خلينا نقول شر لابد منه على غوارديولا، بس كان مردود إيجابي في أرض الملعب. كان تدوير جدا رائع ما بين اللاعبين اللي لعبوا مباراة أستون فيلا واللاعبين اللي لعبوا في مباراة كريستال بالاس. كل لاعب مؤثر في كل مباراة كان له دور بارز. فودن كان في المباراة الأولى فعلا. ودي بروين كان في هذه المباراة. بالنسبة حق هذه المباراة اللي هي مع كريستال بالاس، لو بنقسم المباراة على فترتين، فترة أولى وثانية ما بين شوط أول شوط ثاني. الشوط الأول كان في أفضلية لكريستال بالاس على مانشستر سيتي، كان في أفضلية لمانشستر سيتي على كريستال بالاس بالاستحواذ، أفضلية لمانشستر سيتي بنقل الكرات بشكل سريع واستقطاع الكرة، ولكن لما تكلم على الفرص كريستال بالاس أضاع أكثر من هدف محقق، هو اللي بادر بالتسجيل وأضاع هدف محقق بأنانية نفس اللاعب إذا ماني غلطان اللي هو اللاعب الفرنسي اللي سجل. كان معاه لاعبين، كان في انفراد. شوف اللي ما لعب باص آيو اللي آيو. سجل متيتا آيو. آيو نعم اللي كانت الكرة بالغائم وكان في أكثر من كرة كورتين برا 18 سهلين جدا لإيزي اللي كان برا فورمة المباراة. كان جمهور كريستال بالاس يعني ينتظر منه الكثير. هذا اللاعب تبدل بشكل مبكر. نعم تبدل. تلاحظوا ليسي يمكن اللي نزل بديله ليسي كان أنشط بشكل أكبر. بشكل كبير بشكل كبير يعني كان أمانة تبديل موفق من المدرب نفسه. فهذه بالنسبة حق معطيات الشوط الأول، فكانت الأفضلية بالنسبة لي أنا أشوفها لي كريستال بالاس بغض النظر على الاستحواذ لمانشستر سيتي. الشوط الثاني لما نتكلم عليه كان فيه هدف مبكر. مانشستر سيتي خلينا نقول عفس حسبة أو تكتيك المدرب اللي هو مدرب كريستال بالاس، فصارت المباراة نوعا ما جدا أسهل لمانشستر سيتي، فقدر يأخذها خلينا نقول يعني باحترافية، ممكن غير احترافية خذها بأقل مجهود بالشوط الثاني. وهذا اللي عطى يمكن في آخر عشر دقائق هذا اللي لاحظناه شوي. نعم في تبديلات كان مريح بعد الهدف الثاني اللي سجله مانشستر سيتي في وقت اللي مبكر هو جدا. مبكر جدا أعطى الأفضلية لمانشستر سيتي إنه يكون استحواذ إيجابي ويخفف عليه الضغط إنه يكون تسجيل هدف خلينا نقول مو هدف اللي هو ما بعد التعادل 2-1، لا هدف زيارة الأهداف. وهذا اللي صار، سجل الثالث وسجل الرابع واستمراريته في التألق سواء كان من دي بروين أو حتى رجوع هالاند في التسجيل كذلك. فعلا فعلا. وأيضا ممكن موضوع فارق الأهداف يلعب دور من هنا لنهاية الموسم، لأن الفرق صراحة متقاربة في عدد النقاط. سهيل أنا أيضا برجع لك مرة ثانية على موضوع الأفضلية أنت بالنسبة لك في الشامبيونز ليج، يعني أنت شفت أنه استقبل هدفين بشكل سلبي. أنا أقول لك مثلا ضد أرسنال وضد ليفربول مانشستر سيتي بالفعل ظهر بشكل باهت، لدرجة أن أي واحد كان مترقب مباراة الشامبيونز ليج يقول لك أنه خلاص مدريد قادر أنه يتخطى مانشستر سيتي، ولكن بتسجيل 8 أهداف في آخر مبارتين ما تشوف أنه خلاص سيتي بدأ يرجع للفورمة خلاص؟ وأيضا يعني حتى تنوع اللاعبين مثل ما ذكرنا في سؤالنا لبهزاد. هلأ كل شخص في عنده يمكن مقاربة معينة للموسم أو رأي خاص بالموسم. أنا بالنسبة إلي مانشستر سيتي بالموسم الراهن مع يعني مش عم يعطيني تلك الثقة اللي كان عم يعطيني إياها بالسيزن يلي طاف. مانشستر سيتي هذا الموسم أمام الكبار في إنجلترا ضعيف جدا، 6 تعادلات انتصاران وخسارة، وبالتالي ما عنده تلك السطوة المطلقة في إنجلترا. هذا المعطى بالإضافة إلى معطيات أخرى، مثلا تراجع هالند عن التسجيل خلينا نقول كثيف، كل هذه المعطيات أنا ما بتعطيني تلك الثقة اللي كانت موجودة بالسيزن يلي طاف، اللي خلتنا نحن نقول منذ دور 16 سيتي هو المرشح الأول. صحيح أنه ببداية الموسم أن نحن أنه هو مؤهل للاحتفاظ باللقب، ولكن أنا دائما بقول لك أنت عم تستضيفني كل يوم تشوف اليوم شو وضع باير، اليوم صحيح. شو وضع سيتي، اليوم شو وضع ريال مدريد. اليوم أنا بشوف أنه ريال مدريد قادر على تجاوز سيتي في الأبطال، ولكن أكيد إذا سيتي تمكن من التوج بلقب راح نحن نتفاجأ. في يعني في أمر في لاعب أوليسي
مبارح لاعب رائع جدا، تشعر بانه الكره تتراقص بين يعني بصراحه عجبني كثير 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 فعلي. هذا واحد. اثنين غلاسنر الذي قدم من المانيا لقياده كريستال بالاس خلفا ل هوتسون، نعم اعجبني جدا لانه اداء الفريق تشعر بانه كان ينافس على موقع على مقعد مؤهل الى اوروبا. يعني امبارح لعب كريستال بالاس وتلك الرغبه ما بيبين لك انه فريق يريد ان يهرب من الهبوط. وبالتالي الى اليوم غلاستن انا بشوف انه المهمه التي قام بها ايجابيه نوعا ما. فعلا فعلا مدرسه مختلفه انضمت الى كريستال بالاس بعد ما شفنا كين هوتسون واللعب الكلاسيكي. عموما خلونا نطلع بريك ونرجع لكم مره ثانيه. بلنتي عودة مرة أخرى برنامج بلنتي، الحديث أكثر وأكثر عشان نختم موضوع مانشستر سيتي. سؤال لبهزاد، من هني نهاية الموسم هل يوجد فخ لمانشستر سيتي؟ بالنسبة لي أشوف مانشستر سيتي هو الفريق الوحيد من التوب 3 اللي طلع من الفخ، خلص كل مبارياته الصعبة. نسبياً الجدول المباريات المتبقية لمانشستر سيتي هي الأسهل والأسهل بكثير جدا من ليفربول، وكذلك أرسنال باقي له مانشستر يونايتد وديربي لنداني توتنهام وكذلك تشيلسي وحتى أستون فيلا، يعني عنده أربع مباريات صعبة جدا. فالفخ أنا أشوفه ما زال مستمر وموجود مع أرسنال ومع ليفربول، هو موجود للكل أمانة للكل. خاصة مع فارق النقاط، بس أقل فخ للسيتي بالنسبة لك هو أسهل فخ بالنسبة لي أشوفه. نعم. السيتي، وهذا أمتع دوري من سنوات طويلة ما شفنا الدوري الإنجليزي ثلاث فرق تنافس عليه. إيه بالنسبة لكم المتعة، معودانا على أعصابي يوميا أحسب النقاط. سهل بتخلك على أرسنال وبرايتون، عرض قوي جدا 3-0 في الأميكس ستاديوم. وبصراحة أرسنال يعني أمتع بالأمس يعني ظهر بشكل جدا حاد، وبرايتون بس عنده خسارة واحدة في هذا الموسم على ملعبه، وأرسنال أضاف الخسارة الثانية. يعني امبارح الأرسنال كان رائع جدا. أنا كنت عم بتحدث مع الجروب مشجعي أرسنال بايرن بالكويت، فقلت لهم الأرسنال مرعب، فإيش قالوا لي هن لو لا مرعب ولا شيء، لو هو البايرن بقمة مستواه كان بيتغلب عليه. بالشوط الأول أرسنال كان فريق لا يهدأ أبدا، حتى مالك امبارح كنت عم يعني كنت عم راجع هل الأرسنال فقط يركز على المستوى الهجومي، لقيت أنه الأرسنال هو الأفضل دفاعيا في الدوري الإنجليزي. صحيح. هذا هو التوازن المطلوب في فريق يريد العودة للعب الأدوار الأولى، هذا هو المطلوب في فريق يريد أن يتوج بلقب الدوري الإنجليزي. يعني لما أطلع أنا على كل الدوريات الأوروبية بلاقي أنه لا يوجد إلا حفنة صغيرة من الأندية التي تتفوق على أرسنال على مستوى الدفاع. يعني عندنا ريال مدريد 20 هدف، ليفركوزن 19، إنتر 14، بريست الفرنسي 21 هدف، وبالتالي الأرسنال يعتبر من أبرز الأندية على مستوى الدفاعي. دائما كنت أقول أنا أنه هافرتز سوف يصطدم بأرتيتا. نعم. دائما ولكن شفت انه دائما أرتيتا عم يعطي هذا اللاعب حقه، عم يعطي الفرصة كاملة، وبالتالي امبارح رد هافرتز على هذا المدرب وسجل هدف وصنع الهدف الثاني. لسبب انا كل يوم عم بتأكد انه أرتيتا في عنده رؤية، دائما عنده رؤية ثاقبة، خاصة على نفس النقطة سهيل. نعم. ان أرتيتا مع هافرتز يلعب يعني من غير. نعم. مركزه مهاجم وهمي في هذا المستوى، هذا شيء نحس بداية الموسم كان في الوسط. صحيح. بعد كان في الوسط. نعم صحيح. صح. يلعب. نعم. جناح يلعب وسط، واليوم احنا نشوفه مهاجم وهمي وفي مركز، كل مركز يلعب فيه يشكل خطورة اكثر من المركز اللي قبله، هذا شيء نحسب للاعب وللمدرب. وهذا يرجعنا ايضا لتألق أرتيتا. هل بتقول شيء؟ بس بدي اقول شغله. نعم. وحده انه الانتصار امبارح كان الانتصار العاشر من 11 مباراة هذا السنة. نعم سنة 2024. نعم لأرسنال، وأرسنال عنده أفضل هجوم بالدوري الإنجليزي 75 هدف أمام سيتي 71 وليفربول 70، ومثل ما قلت أفضل دفاع 24 هدف أمام ليفربول 28 وسيتي 31. يعني بالأرقام الأرسنال هو الأفضل بصراحة. فعلا فعلا، ويمكن هذا رجعنا لتصريح روب إدواردز مدرب لوتون اللي واجههم في المباراة السابقة اللي قبل مباراة برايتون، كان يقولنا في الحالة الهجومية تعرف تحركات أرسنال ولكن لا تعرف كيف توقفهم. أعتقد حتى ديزيربي كان عانى بالأمس أنه عارف شنو راح يسوي أرسنال بس مو عارف شلون يوقفهم. صحيح. نعم تكلم تو سهيل بلغة الأرقام، أن أرقام كبيرة للأرسنال،
وارقام ثابته ومستمره. نعم. انا اكلمك اليوم فنيا يا ابو عدنان، اي فريق يبي يلعب ضد ارسنال اول شيء راح انا كمدرب اشوف نقاط القوه اللي موجوده في ارسنال، واشوف طرق تسجيل الاهداف لارسنال. ارسنال يسجل من خارج 18 عن طريق تسديده من اوديغارد او تسديده كذلك من ديكلان رايس. ارسنال يلعب كور عرضيه بشكل مستمر على مدار المباراه. ارسنال في الكرات الثابته خطر جدا ويسجل من كرات راسيه ما بين جابرييل وكذلك ما بين سليبه. نعم. ارسنال في العمق يشكل خطوره عن طريق كذلك نفس اللاعب اللي هو اوديغارد، كرات بينيه جميله وممتازه. يعني ارسنال في كل مكان تلقاه خطر، مو بس كذي ابو عدنان، في كل مباراه ارسنال مستمر على نفس السيناريو في طريقه تسجيل الاهداف. صحيح. نعم. تصريح المدرب، انا اعرف عناصر القوه لفريق ارسنال وعارف من وين راح تجي الاهداف، بس ماني قادر احد من خطوره فريق الارسنال للتنوع اللي عنده الكبير واللي عنده جوده لاعبين كبيره جدا وقادر يطبقها ويستمر فيها على كل فريق. لو ترجع حتى على مباراه امس تشوف الهدف الثالث من سجله تروزارد. نعم تروزارد البديل. نزل. ترى بديهية الحين من نشوف المباراة 2-0 حق أرسنال ينزل تروزارد الحين بيقول أول شيء يبال الحين. صحيح. بيقول الحين بيقول 8 أهداف مسجلهم، وهو كان لاعب سابق لهم، يمكن حتى أمس جماهير برايتون كانت تشتمه كل ما توصل الكرة. نعم. ولكن رد عليهم مسجل وكل مباراة يسجل أبو عدنان، صار سيناريو متوقع أو سيناريو قاعد يستمر مع الأرسنال. الأرسنال الفريق الوحيد ما بين توب 3 ما بين ليفربول والسيتي اللي أنا أعطيه الأفضلية لسبب واحد، الأرسنال الفريق الوحيد اللي خلص المباراة من الشوط الأول يقتل المباراة. دائما تشوف الشوط الأول خلص المباراة مرتاح 2-0 3-0 بشوطين بريح، الشوط الثاني يريح يلعب في أقل مجهود يقدر يستمر على نفس العطاء، ولكن بحكم الضغط اللي قاعد يعاني منه من هالجدول فأرسنال أرتيتا قاعد يقدم موسم استثنائي خيالي، إشادة لهذا المدرب الكبير. ما أتمنى تحقيقه لللقب، أتمنى ختامه مع كلوب وتكون حقبة كلوب تتوج فيها أمانة، بس برأيي الشخصي أي مدرب من هالثلاثة يتوج في هذا الدوري راح يكون مدرب الموسم بلا أي استثناء فعلا. نعم. وذكرني أعزمك بعد الحلقة على الجملة الأخيرة الحلوة اللي قلتها. متعمدة عشان أنا صايم سلمي صايم سلمي تقول حق المتصل قلت أنا بعد خلي يقول دام فيها عشاء عيد. حلو خلي سهيل مع البيع الحين بعد شوي راح أسأله على ليفربول. سهيل أنا بيقول لك يعني على أرسنال في آخر 5 مباريات خارج ملعبه كلين شيت، يعني هو الحين إحنا مدحنا الأداء الهجومي راح نروح على الأداء الدفاعي. صح. الأداء الدفاعي جدا مبهر، ونلاحظ يمكن لما صارت النتيجه 2-0 وارسنال قفل يعني. خلاص يا برايتون ما راح تطوف، انا بيني وبين نفسي قلت خلاص برايتون ما في امل انه راح يطوف. مواجهتهم القادمه مع منو؟ مع الزعيم الالماني بايرن الذي عقد ارسنال في المباريات الثلاث الاخيره 5-1، ولكن اي مش خليك تصحى خلاص ولكن قول ولكن. كمل ليك اليوم اذا انت بدك تفوت الى المباراه امام ارسنال بعقليه ما جرى تحقيقه في المباريات السابقة، يعني تصور البايرن بالمباراة الأخيرة 3 مع أرسنال 5-1 5-1 5-1، يجب أن يكون هناك أعداد ذهني للاعبي البايرن. هذا أرسنال مختلف كليا. نعم. هذا أرسنال بعقلية هجومية، أرسنال قوي على مستوى الدفاع، حارس مرمى رايا رائع جدا، وبالتالي هناك خطورة على البايرن. أنا بصراحة سهل أنا حاسس أن في تخوف منك، ما أدري عندي إحساس. لا ليك تقلق شحال، هلأ اليوم إذا بتقلي مين رح يتأهل بين أرسنال وبايرن إلى الدور النصفي، أنا بقول لك البايرن. البايرن. أنا بقول لك البايرن. ليه؟ إلى الآن. ليش؟ حتى مع خسارة أمس. طبعا ليش؟ لأنه البايرن اليوم لما عم يلعب بالدور وعارف أنه اللقب ذهب خلاص، يعني بخلص بقول لك خلي شو اقعد انا هلا تعب حالي، التركيز كل التركيز على دوري ابطال اوروبا. صح انه حظوظ بايرن بالتتويج باللقب صعبه، ولكن هناك امل، خروج من الكاس، خساره كاس سوبر، خساره الدوري، هناك امل. بس مالك انا بقول انه امس كنت عم بقرا مقال جاء من يعني من لندن. حلو. تيم هاورد حارس مانشستر يونايتد اكيد بتتذكروا، وميرفي. نعم. لاعب ريتس السابق. نعم. اثنيناتهم قالوا بانه ارسنال لن يتوج بلقب الدوري الانجليزي. نعم. وايضا بانه سوف تكون هناك نوع من تاثير بين البطولتين يعني ممكن الارسنال بعض يعني بعض الخلول الهفوات في الدوري الانجليزي تنعكس سلبا على دوري الابطال، او بالعكس يعني مشاركته بدوري الابطال ولا لعبه امام الباين قد ينعكس سلبا على الارسنال في الدوري، وبالتالي ممكن يعني يخرج ارسنال من
هذا السيزن كمان بدون أي شيء، وهذا صعب جدا لأنه من أروع الأندية بهذا الموسم. لهالسبب كنت أفضل أنا أنه يجري التركيز على جبهة واحدة. بعدني بقول أرسنال غير قادر على المنافسة على الجبهتين المحلية والأوروبية. نعم، وهذا يقودنا سؤال لبهزاد. قد يكون بهزاد وجهة نظر مختلفة في هذا الموضوع، يعني مثل ما قال سهيل أنه في محللين ذكروا أن أرسنال غير قادر على الموازنة ما بين البطولتين. هل هذا راح يكون فخ لأرسنال؟ احنا سألناك عن فخ السيتي، الحين فخ أرسنال، كلمنا على الفخ. هو مو فخ، هو ضغط مباريات، مباريات صعبة ومهمة وحاسمة للأرسنال، خاصة على مستوى الدوري. الفريق يزخ نجوم شباب، هل يملكون ثقافة فوز في دوري أبطال أوروبا؟ هل يملكون ثقافة منافسة وفوز وتحقيق بطولة الدوري؟ لا، ما يملكون هالشيء. لو نرجع حق قبل موسمين، الأرسنال كان منافس على التوب فور إلى آخر لحظة، انتهى فيه الموسم في المركز الخامس. لو نرجع الموسم السابق، أرسنال كان منافس للدوري إلى آخر ممكن أربع جولات، انتهى فيه الدوري وصيف بسبب إصابة لاعب واحد اللي هو ساليبا، كان مؤثر جدا فعلا، ودهور الدفاع كله ككل، لعب هولدنج وخصبقهم، تخصبق الدفاع. نعم. واليوم أنا أتكلم على نفس السيناريو مع أرسنال، ولكن خلينا نتكلم اليوم على أرقام أرسنال، أرقام كبيرة. خلينا نتكلم على مستوى أرسنال، مستوى ثابت. أنا أمانة واحد من الناس توقعت أرسنال مو الحين في آخر ثمان مباريات أن تكون المباريات أو الجدول صعب وضغط عليه، توقعت ما قبل لعبتين أو ثلاث مباريات خاصة في هذا الأسبوع أن الأرسنال يقع في الفخ. بس اللي قاعد أشوفه وأنا منصدم منه، الأرسنال ما زال مستمر بهوية الفريق القوي، الفريق اللي ما زال ينافس، والفريق اللي هو يشوف نفسه الأقرب لتحقيق كذلك الدوري. هل راح يستمر هذا الشيء؟ أمانة ما أقدر أقول لك إيه ولا لا، بس على مستوى دوري أبطال أوروبا أنا أشوف الأقرب بحكم الظروف اللي يمر فيها بايرن ميونخ. بايرن فريق كبير جدا، بس الظروف اللي قاعد تصير خاصة على مستوى الدوري وإنه ما حقق البطولة، فالضغوطات كلها راح تكون من خلال هذه البطولة. ف الأفضلية بالنسبة لي شخصيا راح أشوفها لأرسنال بحكم أن المباراة الأولى راح تكون على أرض أرسنال. هل أرسنال قادر على الاستمرار وخروجه من ضغط المباريات الكبيرة، خاصة عند مباراتين ديربي لندني، أنه يستمر ويفوز؟ فأنا أتوقع هذا هو المقياس اللي الأسابيع القادمة. بس برأيي الشخصي أنا أشوف أن الدوري ما بين مانشستر سيتي وليفربول اليوم راح يبين إذا كان هنالك فوز على مانشستر يونايتد، هذا يأكد استمرار ليفربول. اما اذا اي وقوع راح يكون مكلف بشكل كبير، خلاص. اي وقوع لاي فريق من الفرق الثلاثه راح يكلفه بطوله الدوري بشكل كبير جدا، خاصه الارسنال بحكم انه عنده مباريات صعبه. يعني اذا خسر في مباراه واحده صعب يعوضها في المباراه اللي بعدها، عنده اربع مباريات صعبه على مستوى الدوري، والاسهل على مستوى الدوري كجدول انا اكلمك ليفربول و مانشستر سيتي. نعم، واكيد هذا الشهر يعني شهر حافل بالمباريات بالنسبه للفرق المتنافسه واللي لهم مشاركه اوروبيه، يعني يوصل معدل المباريات كل ثلاثة ايام مباراه، وهذا معدل مرتفع بشكل كبير. عموما خلونا نطلع بريك ونرجع لكم مره ثانيه. عوده مره اخرى برنامج بلنتي، وبهذا التوقيت وصلتنا تشكيله مانشستر يونايتد وتشكيلة ليفربول. بالنسبة لصاحب الأرض أندري أونانا في حراسة المرمى، أيضا خط دفاعي مكون من آرون وان بيساكا، هاري ماغواير، كامبوالا، وأيضا دالو. في المحاور كاسميرو وماينو، وفي خط المقدمة عندنا هويلند، راشفورد، برونو فرنانديز، وغيرناتشو بالنسبة لتشكيلة مانشستر يونايتد. بالنسبة لليفربول مثل ما احنا متعودين 4-3-3 في حراسة المرمى، كيلهر، الظهير الأيمن برادلي، كوانسا، فان دايك، روبرتسون، وفي خط الوسط سوبوسلاي، ماكاليستر، إندو، وفي خط المقدمة صلاح، داروين نونيز، ولويس دياز. راح ناخذ تعليق رواد البرنامج يعني على التشكيلتين، شنو رأيك في التشكيلتين؟ كل ليفربول بهزاد احنا نلاحظ التغييرنا، روبرتسون مشارك مكان جوميز، احنا تعودنا جوميز يلعب في الرواق الايسر. نعم. في اخر المباريات، وانا كنت اتمنى انه يشارك اساسي في بداية المباراة، هذا اللاعب. نعم. يساهم بشكل كبير جدا خاصة على الأدوار الهجومية، دائما ما تشوفه مؤثر بشكل كبير جدا، دائما تشوف العرضيات متقنة إلى اللاعب نونز وكذلك صلاح، فخيار موفق أنه بدأ فيه، خاصة اللاعب خلاص صار جاهز. نعم. قادر أنه يبدي أساسي في المباراة. عنده رجع من الإصابة، كان غايب ضد شيفيلد. عنده ما أبي أقول لاعب عادي، نعم، دائما ما خلينا نقول يعطي أدوار متأخرة،
قاعد يشكل إضافة جيدة لليفربول. ولا صراحة شكل إضافة يعني اندمج مع المنظومة، نشوفه قاطع مميز الكرات. نعم شكل إضافة بحكم وجود مدرب نفس كلوب، هو عارف يطلع طاقة اللاعب، عارف يوظف اللاعب في المكان المناسب الصحيح. فأنا أتوقع عنده بعد خروج كلوب يعني ما راح يستمر، حتى مو بس بهالمستوى، ما راح يستمر يلعب في نادي كبير. أنا قلت لك وعدنا من الأول، في لاعبين يبرزون عن طريق المدرب نفسهم، وفي لاعبين هم بالأساس كانوا نجوم، وممكن حتى لما يتم استقطابهم فريق معين وهم نجوم تشوف يحوشهم دروب بحكم أن المدرب ما عرف يتعامل أو يوظف هذا اللاعب. فأنا أشوف التشكيلتين أمانة يعني منطقية، خاصة تشكيلة مانشستر يونايتد بحكم الإصابات اللي عاني منها في خط الدفاع. أنا مانشستر بدخل فيها مع سهيل، باخذ تعليق سهيل فيها يمكن. سهيل أنا طرش لك إياها في الواتساب التشكيلة، يعني حاطي لك شلون صايرين في أرضية الملعب، يمكن هي مرتبة أكثر من اللي موجودة في المواقع. يعني الله يسامحهم حساب ليفربول مانشستر يونايتد يحط لك حسب الأرقام، فعادي يحط لك الأول مدافع، الثاني مهاجم، الثالث حارس، لكن هذا يمكن مرتبة بشكل أكبر اللي بعثها لك سيل. يعني لاحظ أن ماغواير وكمبالا موجودين بحكم إصابة فاران. ماغواير طبعا أثبت نفسه في هذا الموسم، ماينو يعني أخذ استدعاء للمنتخب الإنجليزي وأثبت نفسه، مشروع لاعب يعني في آخر المباريات أمام السيتي، أمام ليفربول، أعتقد خلت ساوثغيت يحطه في على الاعتبار. تعليق على التشكيلة سيل. شوف أنا دائما يعني في لاعب أنا كنت بتمنى يكون دائما حاضر هو ماك توميناي. نعم يعني أول شيء اليوم ماك توميناي أحد الهدافين الثلاثة في مانشستر يونايتد بسبعة أهداف. ماك توميناي دائما بيعطيك الإضافة، دائما يعطي هذا السبيريت اللي بحاجة له يونايتد. فما بعرف ليش لا يجري تثبيت هذا اللاعب الذي يعتبر أحد أبرز هدفي تصفيات اليورو. بالنسبة للهجوم في عندك هويلاند، اجت فترة كان عم يسجل بشكل دوري، يعني كل جيم عم يسجل، ثم غاب في الفترة الآن جرناتشو هو المتألق. نعم 100%. عندك راشفورد إذا بتذكر مالك بجيم السابق كان احتياطيا والعالم كلها تفاجأت، ولكن اليوم عم نشوفه عم يلعب أساسي. ولكن يعني اليوم صراحة شيء بضحك بمانشستر يونايتد إنه كل هذه التغييرات، راشفورد أساسي، هويلاند، جارناتشو ما بدي لعبه لماك توميناي، بهدف تحقيق ماذا؟ يعني اليوم مانشستر يونايتد ليش عم يلعب كرة؟ ما في أهداف اليوم، أنت ما فيك بقى تتأهل إلى الأبطال. هل هذا هو هدف مانشستر يونايتد المشاركة بدوري المؤتمر؟ هل هدف مانشستر يونايتد المشاركة بالدوري الأوروبي؟ ممكن إذا فاز اليوم تصير لحظوظ في تأهل الأبطال. خلي يفوز اليوم 10-0 على ليفربول، ممكن ليفربول نهاية المطاف يفوز بالدوري. يعني تشعر بأنه هيدي الفلسفة الكبيرة التي تحيط بمانشستر يونايتد مع احترامنا له بلا طعمة وبلا نكهة وما إلى أي قيمة. انه تغييرات تنهاج يا لطيف، يعني مونتغومري هو يعني هو اللي حرر ما بعرف شو. وبالتالي بشوف انه اليوم كل الانظار موجوده الى ليفربول وكل القبعات ترفع لكلوب وكل التحيات الى لاعبي ليفربول، لانه رغم الاصابات ورغم كل شيء تمكن هذا الفريق من انه الاستمرار في المنافسه على القمه، وتحديدا خلال فتره كاس افريقيا وتعدد الاصابات والاعتماد على لاعبين صغار السن. هذه الكبة هترفع فقط لليفربول. اليوم مانشستر يونايتد عم يتفلسف على مباراة الديربي، خيفوز بالمباراة، خيفوز مباراة واخرتها شو؟ عليه ان يفوز بالكأس. اذا مانشستر يونايتد تمكن من الفوز بالكأس بناء على فوزه على ليفربول بالدور السابق انا بقول لك اوكي، ولكن نعم. الى اليوم مانشستر يونايتد ولا شيء، صفر. انا بالنسبة لي صفر. نعم فقد يعاني مانشستر يونايتد اليوم. بهزاد ايضا بناخذ جانب المتصدر واللي تعثر مرتين في هذا الموسم امام يونايتد، خرج من الكاس، تعثر في مباراه الذهاب 0-0، فتشوف فيها خطوره كبيره على الليفر. هي مباراه ديربي بالاخير بين مانشستر نعم. وليفربول دائما تكون بعيده عن المعايير، سواء كان فيه اصابات، فريق يلعب مركز الاول ضد مركز سابع ثامن حتى لو الاخير ايا نعم. كان هي المباراة دائما تكون بعيدة عن المقاييس والمعايير اللي احنا متعودين عليها. المباراة ما راح تكون مباراة بس للثأر بسبب ان خسر ليفربول في اخر مباراة 4-3، مباراة مفروض تكون لليفربول لإثبات الصدارة ولإثبات انه هو فريق كبير قاعد ينافس ويحقق الدوري. اذا ما اراد تحقيق الدوري فانا نشوف هذه المباراة اليوم راح تكون مباراة فيصلية للمدرب كلوب لتحقيق بطولة الدوري. مباراة راح تكون صعبة على الفريقين،
وبالأخص اليونايتد بحكم الإصابات اللي يعاني منها, بحكم الضغط اللي قاعد يلعب فيه, والجمهور قاعد يطالب إنه يكون في مركز متقدم, خاصة إنه نقدر نقول صار في جاب بينه وبين المركز الخامس, وتقريبا دوري أبطال أوروبا صعب إنه يدخل فيه كمركز مؤهل هو المركز الرابع. ليفربول أنا أشوفه الأقرب إنه يفوز في المباراة, ليفربول أجهز, ليفربول الحالة النفسية والمعنوية عنده عالية, ليفربول مع عودة اللاعبين المصابين خاصة محمد صلاح, محمد صلاح يبقى لاعب كبير, لاعب مؤثر, لاعب حاسم خاصة في مباريات نفس هذه حساسة راح نشوفه اليوم, راح يكون مؤثر جدا في أرض الملعب. ليفربول مع عودة سوبوسلاي, ليفربول مع وجود ماك أليستر اللي أنا راهنت عليه في بداية الموسم وما زلت أراهن عليه إلى اليوم أنه هو نجم الموسم بلا أي منازع, ليس على مستوى ليفربول, على مستوى الدوري الإنجليزي ككل. ليفربول مع عودة اللاعبين المصابين الأغلب خلينا نقول وليس ككل, أتوقع راح يشكل خطورة جدا على مانشستر يونايتد, بغض النظر أنها تكون بعيدة عن المعايير, أنا أتوقعها شخصيا أنها تنتهي لليفربول من الشوط الأول. نعم مالك سبتسمح لي إذا بتذكر بالمباراة السابقة محمد صلاح عندما استبدل كان معصب, صح دقيقة 60 تقريبا استبدل. أوكي شو اللي صار أنت لأنه متابع قريب لليفربول يا ما يعني هل يعني لأنه أنا بصراحة كنت عم تابع شوف الصحف ما حدا تحدث عن هيدا لأن شوف هذه الحركة طبيعية, أنت اليوم لما يكون فريق متعادل 1-1 وتبدل أحد أهم اللاعبين من الطبيعي أنه يكون في غضب من اللاعب, يعني صدقني ما راح تحصل لاعب يتبدل في هذا الوقت وهو عارف أنه هو اللاعب اللي ممكن يرجع ليفربول للنتيجة ويغادر تشوفه مستانس أو مبسوط, صعب إنه تشوف ردة فعل مختلفة, وهذا يمكن ترجعنا لحلقة الخميس سيل لما ذكرنا شلون كلوب قدر يبعد الضغوطات عن الفريق وما يخلي الإعلام يتغلغل ما بينهم. أنا على أساس أختم محور مانشستر يونايتد وليفربول بأخذ توقعاتكم, بهزاد أعطي توقعكم بالأرقام. بالأرقام أتوقع من الشوط الأول ينهي المباراة ليفربول ممكن 2-0, والشوط الثالث خلص ممكن 3-1. يعني 3-1 توقعك الرقمي سهيل؟ ليفربول 2-1. ليفربول 2-1. أنا بتجه لكم لموضوع كأس إسبانيا وتحقيق فالفيردي, إرنستو فالفيردي لا مدرب برشلونة السابق حقق لأتلتيك بلباو على حساب مايوركا بركلات الترجيح بعد انتهى الوقت الأصلي 1-1. هذه البطولة رقم 24 بالنسبة لتاريخهم بعد غياب 40 سنة, وطبعا مساكين أتلتيك بلباو تعودنا يمكن آخر 6 نهايات خسارة, ومساكين كل ما وصل نهاية حصل له برشلونة ولا حصل له مدريد, فآخر 6 نهايات يعني هم خسروا. سهيل أنت دائما كنت تشيد فيهم, أنا في بداية الموسم كنت تكلم عن هذا النادي وكان لك إشادة خاصة أن هالنادي يمثل يعني الإقليم اللي انتمي له. أنا لو ما كان في شيء اسمه ألمانيا وما في شيء اسمه بايرن ميونخ, ما في شيء أندية ألمانية, ألمانيا مش موجودة, أنا كنت مشجع هذا النادي. ليش؟ لأنه اليوم هذا النادي لا يضم إلا لاعبين من إقليم الباسك, يعني هيدا النادي بتاريخه ما ضم لاعب أرجنتيني برازيلي ألماني بس من إقليم الباسك, وأن يحقق لقب كأس إسبانيا أنا برأيي كل لقب لأتلتيك بلباو لازم يضرب بيع عشرة, لأنه هذا لأنه شيء مستحيل في عصرنا الحالي أنه أضعف نادي بألمانيا, أضعف نادي بفرنسا, أضعف نادي بإسبانيا, أضعف نادي بأي بلد بالعالم يضم لاعب أجنبي. هذا النادي بقي محافظا على التقاليد, لا يضم إلا لاعبين من إقليم الباسك, ويتمكن في نهاية المطاف من انتزاع الكأس, علما أنه كان عنده تاريخ رائع وناصع فيما مضى على الدوري, أنه محرز لقب دوري مرات عدة, وأيضا اليوم يحتل المركز الخامس على مستوى الدوري الإسباني. فقط مالك بدي أقول أنه عندما يلعب أتلتيك بلباو على المستوى الأوروبي أو على مستوى الإسباني, جمهور هذا النادي تشعر بالانتماء, يعني تشعر بأنه هذه الأرض حققت هذه الانتصارات, مش أنا عم جيب لاعب من هون ولاعب من هون عم شكل هذا الفريق. كل التحيات لفالفيردي وكل التحيات لهذا النادي الذي أحترم أنا بشكل كتير كبير. هذا النادي هو بمثابة منتخب يخوض غمار الدوريات ضد فرق فيها تشتري لاعبين وفيها تضم لاعبين. نعم بختم معاك الموضوع بخصوص فالفيردي. نعم يعني فالفيردي يمكن شفنا وجهات نظر متفاوتة له خصوصا مع برشلونة, وبرشلونة حقق بطولات ولكن كانت البطولة الأكبر يترقبونها الشامبيونز ليج واللي هي فشل في تحقيقها. الآن حقق بطولة الكأس, وسهيل ذكر الاستثناء في هذا الموضوع, أنت وجهة نظرك شنو تصنف هذا المدرب؟ مدرب كبير, مدرب أنا إلى اليوم استغرب ليش تم إقالة هذا المدرب, أذكر كان حتى في شهر واحد نعم في موسمين مسكهم مع برشلونة حقق معاهم بطولة الدوري مرتين على التوالي, الموسم الأول خسر خسارة وحيدة والموسم الثاني خسر 3 خسائر, يعني كمجمل 4 خسائر
في موسمين، هذا رقم جدا كبير. نعم، فالفيردي كان يقدم مستويات مثالية مع برشلونة، كان مدرب أمانة شغله واضح، فلسفته واضحة على أرض الملعب. كذلك ما قبل برشلونة برز اسمه من خلال أتلتيكو بلباو، النادي اللي رجع له اليوم. أتلتيكو بلباو كان غالبا ما يكون في مراكز متقدمة مع هذا المدرب قبل قدومه إلى برشلونة، واليوم نشوف عودته إلى ناديه السابق اللي هو أتلتيكو بلباو، تم من خلال إحراز بطولة كبيرة تنحسب لهذا المدرب وهذا النادي بعد غياب مثل ما تفضلت أبو عدنان 40 سنة. فعلا هذا المدرب أنا أشوفه شخصيا ظلم في الإقالة ما بعد الموسم الثاني من نادي برشلونة. جميل جميل يا بهزاد. عموما خلونا نطلع بريك ونرجع لكم، ولكن مع الدوري الكويتي. الدوري الكويتي عودة مرة أخرى، وهالمرة مع الدوري الكويتي والديربي العربي والقادسية. ونذكركم بترتيب الدوري الكويتي بالصدارة، نادي الكويت ب 47 نقطة، العربي 46 والقادسية 45. طبعا اليوم مباراة اللعب في تمام الساعة 9:30 على استاد صباح السالم. أكيد نطالب الجماهير بالحضور، ونبي حضور رمضاني مميز وتشجيع جميل. بهزاد قبل ما نخوض في تفاصيل المباراة، يمكن هذه المباراة يعني من فترة طويلة ما شفنا مدربين وطنيين ماسكين العربي والقادسية يواجهون بعض في الديربي، يعني من فترة طويلة، وهالمرة مدربين شباب، محمد المشعان ناصر الشط. شنو تعليقك؟ مثل ما تفضلت، خاصة انهم مدربين شباب. نعم، بالبداية الله يوفقهم ومنها ان شاء الله للأعلى، ويستمرون في الأندية الكبيرة كذلك تحقيق معاهم الانجازات. انا شخصيا ضد فكرة المدرب المحلي. ليش؟ انا مع وجود المدرب محلي، بس انه يكون مدرب يملك الخبرة الكافية، يملك السي في اللي عاصر فيه مدربين كبار وتجارب كثيرة وكبيرة. من خلال هذه التجارب أنا أقدر اليوم أوظف المدرب المحلي مكان المدرب الأجنبي. أنا شخصيا أشوف أن المدرب المحلي الوحيد على مستوى الكويت اللي قادر أنه يقارع المدربين الأجانب، خلينا نقول اللي هو المدرب الكبير القدير محمد إبراهيم. نعم، بس شوف يعني بهزاد، أنا بأخذ لك نقطة. ناصر الشطي، ناصر الشطي درس في الخارج، كان له عمل فترات معايشة، مسك المراحل السنية في العربي في القادسية، أكيد يعني يتدرج، وبالنهاية يحتاج فرصة يعني مع الفرق الأولى. درب العربي فترة، صحيح، وفترته نعم. ما كانت سيئة يعني مع أنا العربي. اشتغلت معه في قطاع المراحل ورد مرة ثانية الحين العربي. صح، نعم، أنا اشتغلت معه في قطاع المراحل في نادي العربي، مدرب جدا مجتهد، مدرب محترم، مدرب مميز، مدرب دائما يسعى للبحث وفترات المعايشة دائما يسعى إنه يطور من نفسه. أمانة أنا كلمك يعني شخصيا، مو بس ناصر، حتى أخوه ميثم، حتى الستاف كامل اللي معاه، علي بولن والشطي، كلهم مجتهدين ونعم فيهم. بس أنا أكلمك على نادي كبير بحجم العربي، نادي كبير بحجم القادسية، لا تعطي فرصة مدربين شباب على حساب نادي وجمهور يتابعك بالملعب وخارج الملعب. هذه الأندية الكبيرة يعني ما تحتاج أنك تعطي فيها فرصة مجاملة، أنك تشوف هل راح ينجح ما راح ينجح، تجيب مدرب جاهز لا اسمه لا سيفيه حتى مباشر. إذا هذا المدرب الكبير بوجهة نظرك متى نعم. يجهز المدرب المحلي؟ يعني ناصر الشطي ترى كان وصل لعرض من قطر، وصل له ايضا عرض من لبنان. يعني في انديه بالخارج يعني كانوا واثقين في المدرب اللي ممكن يتعمل. برأي الشخصي اذا خاض هذه التجارب فعليا نعم. سواء كانت في قطر، في لبنان، في الامارات، وين ما كانت، واستمرت في ذاك الوقت، اذا حقق نتائج جيده، انا هني يسعفني اني انا استقطب هذا المدرب، سواء كان ناصر ولا المشعان ولا اي مدرب محلي غيرهم. جميل جميل، وجهه نظر وتحترم. ناخذ محمد المشعان سهيل. يعني محمد المشعان بصراحه مقدم عروض قويه في اخر 4 مباريات، مسجل 17 هدف على رقم بدر مطوع اللي اصلا ما شاء الله عليه الهداف التاريخي لهذا الدوري. فالعروض القويه هذه الفتره الاخيره للقادسيه، هل ممكن تشكل فارق في مباراة اليوم؟ يعني نحن بالبداية نتطلع أنه منذ وصول المشعان إلى القادسية ماذا جرى تحقيقه. القادسية اليوم في نهائي كأس الأمير، هذه أول نقطة بعد التفوق على العربي. نعم، اليوم القادسية عاد للمنافسة جديا على لقب الدوري بعد مواسم في الظل، وبالتالي نجد بأنه كل شيء إيجابي بالقادسية منذ وصول هذا المدرب. هلأ أنا دائما في حال أردنا الاعتماد على مدربين كويتيين في الأندية المحلية، أنا أرجو إدارات هذه الأندية أن تعطيهم فرصة كاملة. يعني اليوم أنا بتذكر الشطي عندما وصل إلى العربي، ما خلوه يعني ما يكمل، ما خلوه يعني يتنفس. يا خي هذا عنده مشروع
مش لشهر أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، هذا للسيزن واثنين وثلاثة. اليوم المشعان أتمنى رغم أنه إذا القدسية خرج لا سمح الله من 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 مثلا هذا الموسم بدون أي لقب، أن يبقى المشعان، لأنه المشعان والشطي هما أمل التدريب في الكويت، يعني ممكن هدول يفيدونا بالمستقبل، خصوصا أنه اثنيناتهم عندهم متابعة، ما عندهم متابعة للأساليب الجديدة في التدريب. التدريب نعم. هلا اليوم الجيم أنا بشوف إنه القدسية يمتلك ثقة أكبر من العربي. العربي أول مباراة للشطي. نعم. في المقابل لاعبي القدسية خلينا نقول اعتادوا على أسلوب المشعان، وبالتالي بشوف إنه الكفة أرجح لي. القادسية بالنسبة يمكن للتفاهم. بزاد أنا بختم معك موضوع العربي والقادسية، يعني من ضمن الأخبار الشطي عودته قد تكون هناك مواجهة ثارية نوعا ما عشان يثبت نقطة، يعني أنا القادسية كنت موجود معاهم حسيت أنه مثلا انظلمت في موضوع ما، حسيت أنه ما أخذت وقت الكافي أيا كانت الأسباب، ممكن هذا الديربي يكون فرصة أن أنا أفوز وأثبت نفسي كمدرب. أيضا من ضمن الأخبار عودة سلطان العنزي للعربي من الإصابة، سلطان العنزي أحد أهم الركائز، فهل عوامل هذه كلها هل تساعد العربي اليوم على الفوز؟ ممكن تساعده وممكن يكون شيء عادي على ناصر كذلك على الفريق. أنا أمانة قبل كل شيء أبو عدنان أستغرب بإقالة المدرب داركو، كان يقدم كرة جميلة، كان متصدر للدوري لفترات كثيرة وما زال بينه وبين المركز الأول نقطة واحدة. أنا ما أتكلم عن داركو، أتكلم على أي مدرب يتصدر دوري أو ينافس على الدوري شلون تتم إقالته، يعني خاصة في هذا الوقت احنا ترى باقي شهر وينتهي فينا الموسم. فعلا صحيح. في الموسم السابق المدرب ميشا اللي كان مدرب العربي سابقا وحقق معه بطولة الدوري بعد غياب كبير، كان مدرب للفيصلي السعودي نعم في دوري الدرجة الأولى، كان متصدر الدوري طول الموسم، في قرار من مجلس الإدارة قال هو صحيح متصدر ولكن نادي الفيصل كبير وما قاعد يقدم كرة قدم جميلة نفس اللي الجمهور تطمح لها وتبي تشوفها برض الملعب. تم إقالة هذا المدرب قبل نهاية الدوري بشهرين وانتهى فيهم المطاف في المركز الخامس وما تأهلوا للدوري الممتاز. فهذه الغلطة لا تنعاد سواء على المستوى المحلي أو العالمي، اللي هو إقالة مدرب يكون متصدر أو منافس، هذا شيء أتوقع فشل لمجلس الإدارة يتم تغطيته عن طريق إقالة هذا المدرب سواء على العربي. أنا كلمك والله كلامك جميل، وخل كرة القدم تفيدهم بالدرجة الثانية للأسف هذا اللي صار، خلي يمتعنا بالدرجة الثانية ولا يمتعنا العفيفة، هذا اللي صار، هذا واقع الموسم اللي طاف. نعم بالفعل في مدربين مظلومين، أنا باخذ توقعك للنتيجة. حق سلطان العنزي. نعم. سلطان العنزي إذا فعلا رجع من الإصابة وراح يلعب اليوم المباراة راح تكون إضافة كبيرة للنادي العربي، إضافة لناصر الشطي، إضافة للفريق ككل. سلطان العنزي بالنسبة لي أنا شخصيا أشوفه هو اللاعب المميز، مو بس اللاعب، هو اللاعب الوحيد على مستوى الكويت الموهوب وقادر أنه يلعب خارج دولة الكويت في أندية كبيرة. هذا اللاعب كبير. أمانة موهوب، لاعب فنان، لاعب راح يستمر في هذا العطاء إذا استمر إن شاء الله بدون أي إصابات. نعم. توقعك بهزاد نتيجة؟ أتوقع فوز القادسية. فوز القادسية كم؟ مثل ما تفضل سهيل بحكم الاستقرار الفني، وخاصة عنده نشوة مباريات فوز بأرقام كبيرة آخر ثلاث أربع مباريات. نعم. أتوقع 2-0 للقادسية. 2-0 للقادسية سهيل. 1-0 أنا أحبها. 1-0 القادسية وأنا أقول لكم 2-0 للعربي. عموما خلونا نتجه لختام الفقرات، فقرتنا الأخيرة يس أور نو. يس أور نو. فقرتنا الختامية فقرة يس أور نو، الإجابة فقط بنعم أو لا من غير تبرير أو تحليل يا كباتنا. بهزاد البداية معاك، يونايتد وليفربول الديربي الأمتع في إنجلترا؟ لا. سهيل ليفربول مانشستر يونايتد أكيد الأمتع. نعم نعم كان قمة اليوم خضراء يا بهزاد، نعم أو لا؟ لا. سهيل قمة اليوم ما سمعت سوري. قمة اليوم خضراء يعني أرباوية؟ لا ما في، حاولت فيكم مرة ثانية ما فايدة. فالفيردي فقط يصلح لأندية الوسط؟ بهزاد لا. سهيل نعم. هافرتز انظلم في الحكم المسبق، أقصد بداية الموسم الناس كان ظلمته في الحكم، نعم أو لا؟ وانظلم نعم، وانظلم كذلك في تشيلسي يعني نعم. موافق مع سلمان أيضا نعم. ديزيربي لا يجيد التنظيم الدفاعي؟ بهزاد غير صحيح، يجيد يعني بالنسبة لك؟ لا. سهيل
ايضا لا اشوف انه يجيد يعني تنظيم هذا الشيء. بس بدي اوجه كلمه على السريع، اتمنى لصديقي علي بولند التوفيق مع العربي، وانا اتمنى لصديقي ناصر الشطي وصديقي متروفيتش مع الهلال. لحظه لا كل مكان. بس لحظه بس وروبرتسون بعد روبرتسون بس هي. بس احنا انا علي بولند وانا ناصر الشطي وميثم هيدا حبيب القلب ميثم رغم انه ميلاني بس بس ابو عدنان اوضح شيء يعني نعم على الكلام اللي انا قلته بشكل عام على المدربين وبالاخص ناصر الشطي ابو بدر نعم يعني يبقى وجهه نظر انا اكلمك على المدرب المحلي بشكل عام وليس ناصر او المشعان او كذا من المدربين مع كامل احترامي حق مبادر عسى الله يوفقك ان شاء الله ومن بطوله لبطوله عسى ربي يحفظكم ان شاء الله ومشكورين وشكرا للساده المشاهدين والمستمعين نلتقي فيكم باكر ان شاء الله.